صلى وسلم وبارك على نبينا رسول الله في الوقت الحالي على الأمان والتغيير والتماسك. تمام لا يا أم. صفحة سلطة إذا لك جبنة حلاوة حنية، حلاوة حنية بليمون طماطم. ماما تحكي حلو الحنين. ربنا جميل يا ماما حلو عسل فن وابداع. نسيب الحاجة لما تاكل واحدة وتعملوها في السنان. لا نعدبها شوية ليمون طماطم دور برغي هيا نعم الخضر وناكل كده عادي. عاوز يعمل رجيم وياكل حلاوة يعمل كده. طعمها بصراحة الخطيب جرم بعدين. طعمها ما جميلة بالدمون حلو ممي.